بدأت ردود الفعل الرافضة لقرار القائد العام بتسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، وفي رد فعل متسرع خطب النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية أحمد معيتيق إلى وزير خارجية الوفاق محمد السيالة بمخاطبة السفراء المحتمدين في طرابلس والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية بأن ما يجري الحقول النفطية هو مناف لبنود الاتفاق السياسي. هذا وتعد هذه الخطوة متوقعة من المجلس الرئاسي المرفوض وخاصة من الأطراف المحسوبين على الجماعات الإرهابية به.